للحديث عن الفساد الذي يضرب قطاع الكهرباء مع استمرار الأزمة منذ أكثر من 17 سنة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي. أستاذ أحمد، بداية مرحبا بك. أزمة الكهرباء منذ أكثر من 17 سنة ولم تحل، لماذا؟ نعم، بالتأكيد الجواب يعرفه أصغر مواطن عراقي من أن موضوع الكهرباء يرتبط بأجندات إقليمية وأجندات سياسية، ويرتبط بمصالح أحزاب سياسية استمرت بالتحكم بهذا الملف منذ 17 عاما. كون موضوع الكهرباء واستيراد الكهرباء كان وما يزال يمثل مصدرا كبيرا لتمويل أحزاب وميليشيات وجهات نافذة في الحكومات التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 17 عاما. نحن عندما كنا باعتبارنا صحفيين وكنا نتصل بالمسؤولين ونتصل بالفنيين في وزارة الكهرباء، نجد أنهم عاجزون عن تقديم أجوبة مقنعة للإعلام وللشعب العراقي، لكن نحن نفهم من خلال أجوبتهم ومن خلال مواقفهم المترددة من أن هنالك مسعى داخل الوزارة وتقوده الدولة العميقة التي تتحكم فعليا بأمور البلاد. هذا المسعى يتلخص بإدامة الاعتماد على استيراد الكهرباء من إيران وتعطيل وقف كافة الجهود التي تعمل على جعل العراق. نعم أستاذ أحمد، تسمعوني؟ العديد من المشاريع. نعم فقدنا يعني لبرهة الصوت. أستاذ أحمد، يعني منذ الاحتلال والحكومة تتحدث عن تخصيص مليارات الدولارات من أجل أزمة الكهرباء، وهناك يعني مثل ما تفضلتم مصالح سياسية وأجندات إقليمية ليس من مصلحتها يعني حل أزمة الكهرباء، لأن فيها تخصيص لمليارات الدولارات وفيها موارد ضخمة من أجل تمويل الأحزاب، لكن الحكومة هي تبرر ذلك، تبرر قطع الكهرباء للمواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذلك يعني ساعات التجهيز قد قلت. هنا ردود المواطن العراقي والمواطنين العراقيين الذين خرجوا بثورة ضد الحكومة كيف ستكون؟ طبعا هي لاقت الرفض وعدم التصديق والاستهجان وخرجوا بتظاهرات، ولكن في قادم الأيام ونحن الآن في بداية فصل الصيف. نعم، بالتأكيد يعني أزمة الكهرباء كانت واحدة من أهم العوامل التي حركت الشارع العراقي، وكانت واحدة من أهم أسباب انتفاضة تشرين المجيدة. ونحن عندما كنا نتحدث مع المواطنين كانوا وباستمرار يتحدثون عن أن هذه الحكومات الفاسدة عجزت عن توفير أبسط حقوق المواطن العراقي وهي كهرباء تقيه حر الصيف. وأيضا موضوع الكهرباء أنهك العائلة العراقية متوسطة الدخل، حيث كما تعلم أن العائلة العراقية تدفع ما لا يقل عن 200 ألف دينار في موسم الصيف لتوفير الطاقة الكهربائية. لذلك موضوع الكهرباء بالتأكيد كان واحد من أهم أسباب تأجيج الشارع العراقي وتأجيج انتفاضة الثورة تشرين المجيدة. لكن بالمقابل هذه الحكومات والمسؤولون قاموا بتسويف هذه المطالب وتجاهلوا مطالب الشارع العراقي والمليارات التي خصصت من أجل لوزارة الكهرباء في الحكومات السابقة، والحكومة الحالية كانت تكفي لإنشاء أكثر من 20 منظومة كهرباء لأكثر من 20 دولة، وكان بإمكان العراق أن يكون دولة مصدرة للطاقة الكهربائية. كون العراق يمتلك المواد الأولية ويمتلك العوامل التي تؤهله أن يكون دولة مصدرة للكهرباء، مثل لدينا نهرين، لدينا النفط وما يصاحب عمليات استخراج النفط من الغاز ومن المعادن الأخرى مثل البنزين ومثل الغاز، لكن هذه الحكومة
السابقة والدولة العميقة التي أجهضت كل المشاريع التي كانت تنوي تأهيل المنظومة الوطنية العراقية للكهرباء وأدامة اعتماد العراق على إيران من أجل مساعدتها لمواجهة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأجندات التي تحكمت في هذا الملف من جهات سياسية ومن ميليشيات متنفذة خصوصا في محتجالة. شاهدنا يوم أمس كيف أن مسؤولا في وزارة الكهرباء أعلن عن خروج أكثر من 1500 ميجا وات من المنظومة الكهرباء عن خدمة قيام جهات متنفذة في محافظة ديالى بتسجيل أبراج الكهرباء التي تنقل الكهرباء. وآخر كما أن تبذير الأبراج يتطلب من وزارة الكهرباء رفض أبوال طائلة. نعم شكرا لك. من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي نشكرك شكرا جزيلا.